ضمن برامجها المتنوعة التي تستهدف كافة إمارات الدولة، نظمت القافلة الوردية مسيرة الفرسان الصغار في دبي، التي فتحت المجال واسعا أمام محبي الخيول والفروسية من الأطفال الراغبين بالمساهمة في تعزيز الوعي بسرطان الثدي من خلال المشاركة في مسيرة القافلة الوردية السابعة. وأوضحت ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية أن مسيرة الفرسان الصغار جمعت أكثر من 80 فارسا وفارسة من 10 دول مختلفة تتراوح أعمارهم بين 2 و16 عاما، وتضمنت فعاليات المسيرة العديدة من الأنشطة والفعاليات الشيقة التي استمتع بها الأطفال كالرسم على الوجوه وجدار الصور والرسم والتلوين، بالإضافة لحديقة الحيوانات الأليفة. كما تواجدت عيادة طبية خلال المسيرة وفرت الفحوصات المجانية للمراجعين، فيما نظم الفريق الطبي المصاحب لها محاضرات توعوية عن سرطان الثدي للأطفال وأسرهم على حد سواء.